هذه الرؤية كانت على زمن اغتيال سليماني. تقول الرؤية السليماني كان على علم بوجود نية لاغتيال مسؤول إيراني كبير، ولكنه لم يكن يعرف أنه هو. وهذه ربما إخواني يعني تتوافق مع الرؤية التي قصناها في بداية هذا اللقاء، أن إيران والعراق، يعني نتكلم عن إيران، يعني هي حليف لا الشيطان من الخلفاء. فهناك تنسيق على كل الأمور حتى فيما يحدث داخل إيران، ان يكون بالتوافق وبعلم الطرفين. نقول حسبنا.